مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو كما يعرف أيضا بفيروس كورونا بات محل اهتمام المنظمات العالمية نظرا للظروف الغامضة التي تحيط بالفيروس. الاجتماع الإقليمي الفني التشاوري حول متلازمة الشرق الأوسط التنفسية جاء ليناقش ما توصلت إليه الجهات المعنية من دراسات واستنتاجات. هذا اجتماع تنسيقي تشاوري بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة الدولي لبحث متلازمة الشرق الأوسط المسمى بفيروس كورونا، والغرض منه تبادل المعلومات والمعارف والخبرات، وخصوصا انه المرض هذا يعني تتزايد حدته خصوصا في شهر ابريل ومايو الحالي. الاجتماع حاول اعطاء شرحا موجزا عن مسببات واعراض الفيروس وعن طرق العدوى وكيفيه الحد منها، كما ركزت محاور الاجتماع والجلسات النقاشية على كيفية الوقاية من العدوى بهذا الفيروس ومحاولة إيجاد لقاحات علاجية مع تزايد عدد الوفيات بالمرض في الشرق الأوسط. المرض موجود في منطقة الشرق الأوسط وينتقل في بعض الأحيان عبر سفريات الناس إلى مناطق أخرى في بلدان أخرى، والهدف من هذا الاجتماع هو الوقوف أو تقييم الوضع في المنطقة وكذلك الوضع على المستوى العالمي والوقوف على آخر المستجدات. ورغم الوجه الغامض للفيروس فإن آخر الدلائل والدراسات المخبرية المكثفة تشير إلى أن الحيوان وبالتحديد الجمال هو حامل للفيروس، ولكن يبقى الأمر مجهولا حول ما إذا كان هذا الفيروس ينتقل من الحيوان للإنسان، لتبقى تساؤلات مصدر إصابات البشرية بهذا المرض غير مؤكدة. إلى الآن ما في يعني معلومات مؤكدة جدا عن مصادر الإصابة. في مؤشرات تدل على أن الإبل ممكن يكون يصاب، إنما ما في معلومات أكيدة أنه ممكن ينقل المرض إلى الإنسان. أيضا في بعض الحيوانات البرية مثل الباتس اللي هي الخفاش، في معلومات أو اتجاهات انها يكون احد مصادر الإصابة. حكومة السلطنة أولت اهتماما كبيرا للحد من انتشار المرض، ولهذا سجلت السلطنة أقل إصابات على مستوى الدول المجاورة، كما تم عمل إجراءات دقيقة حول دخول وخروج الإبل حماية للمواطن والمقيم. إذن الاجتماع الإقليمي الفني التشاوري حول موضوع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يأتي في توقيت مهم لبحث أسباب ومستجدات هذا المرض. محمد بن عمير الهنائي، مسقط.